وهي المؤلف؟ قصدي غسان. غسان مثل ما بتعرفوا كان بيحب يطلع ممثل، وفعلا لما أخذ البكالوريا قدم على المعهد العالي للفنون المسرحية، بس المصيبة ما نقبل بالمعهد أول مرة، بس هو قرر أنه يقدم هي السنة على المعهد، ويا بروحه يا بروحه. على فكرة غسان لساته بيحب البنت اللي بالمدرسة الداخلية، ذكرتوها، بس هي ما عم تطلع له. لك صحيح هالبنت شو كان اسمها؟ شو غسان؟ هات لشوف شو مشكلتك. سيدي بكرة 15 الشهر وأنا عندي فحص القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية. عم تمزح يا فرحة قلبي يا فايز، حط لي غنية بدي أدبك من فرحتي، وأنا شو أعمل يعني؟ أدبك سيدي يعني أنا بكرة إذا ما رحت أنا بيضيع مستقبل. أنت أجدب شي سيدي، ليه عم تحكي معي بهي الطريقة؟ أنا عن جد طوال حياتي بطمح إني أصير ممثل، يعني أنت لا تكون سبب ضياعي. حبيبي شو مفكر حالك بصالة بلياردو ولا عم تلعب فيه شيء؟ أنت بسجن ومتهم، يعني خراس ورجع عنقلي عن النظارة. سيدي الله يوفقك، ساعده والله حرام. شو الأخ محامي دفاع يعني؟ لا سيدي أنا رفيقه وغسان مثل أخي. ارجعوا عن النظارة الله يرضى عليكم. لحظة، إذا بتقلي مين الشاب الخامس اللي ضرب الرجال طلعك. ما فهمت. انتو كنتو خمسة وضربتوا الزلمة، احكي لي شو اسم الشاب الخامس، احكي لي شو اسمه، ووعد شرف لطالعك تقدم فحص وترجع. اسمه ايه؟ سيدي ما بعرف، ما كان معنا حدا، كنا نحن الأربعة وأنا ما بدي أطلع. تعتا تعال حسادك وأمري لأوه. تعرف ليش؟ لأنك زقرت وأبضاي عم تضحي بمستقبلك مشان رفيقك، شي بيغفر شي. يعني رح تساعده سيدي؟ انتظر لحظة. احترامي سيادة العقيد، سيدي في عنا شاب هون بده يطلع يقدم فحص، وهو هلا عنا محجوز قيد التحقيق، فإذا تكرمتوا علينا يا سيدي نخرجه من السجن مع اثنين شرطة يطلع يقدم فحص ويرجع. ايه سيدي، أمرك سيدي، تأمر سيدي. بشر سيدة ما مشي الحال، روح نام مشان تروح بكرة على الفحص وانت مصحصح. أي فحص؟ يعني مشي الحال. لك دخيل ربك، لك انت شغلي بتعرف اذا ما نجحت بكرة رح تاكل قتلة مني حشك وربك. لك وفلقة كمان سيدي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شو خايف؟ شو؟ خايف تكبلي كل هالجهد على الفاضي. شلون بدك تروح انت تقدم على المعهد؟ مو محبوس ولا؟ لك ما المساعد قالنا اوكي، ما انت طلعت ترجيته ومحبوس ايده انا؟ اي صح بده يروح معك. لعمو اذا راح معك منيحة كتير لغسان. ليه؟ بده يروح معك اكسسوار. كيف يعني؟ يعني مثلا طوب وخاتم وهذا. لا بتستخدمه للشرطي اكسسوار. مو هيك هو؟ هذا هو الشرطي هيك كلبشك هو؟ ايه تمام بالله؟ والله ما بعرف. حلو. الله لا يبوخ مثلا وينزل. مثلا ما عليه هلا شيلنا من ينزل، انت قربت مثلا بدك تعمل كذا هيك عم هو الدايا. فشلون بدك تطبعه انت قدام اللجنة؟ بسفقه كف. لك لا تسفقه كف، فتيل هيك خذ هيك بوز لحالة رجع هيك لعنده فتيل شغربك، قل له فتح عينك وعارف مع مين عم تحكي، مو كل الطير بتاكل لحمه على لحمي مر. أيا ليت هذا الجسد النحيل. هذا
هذا الجسد النحيل يذوب ويتحلل. يذوب يذوب ويتحلل. لك يتحلل يا حمار. لك شو عم نقول يتحلل؟ آه لو أن الإله الأبدي. ستوب حبيبي. ستوب ستوب. مو ضابط لا. ستوب. أنت مين مدربك؟ واحد رفيقي حمار. وأنت ليش حمار؟ لأنه رفيقي حمار شو بده يطلع حمار مثله. حلو جواب جميل عجبني. هلا يا جماعة شلون؟ بالله العظيم ممكن نبيت. أنا عندي اقتراح. عيدة بس إحساسك من جوا مو من برا. لا خلي حمار معلش نتشاور بس. طيب لحظة. اسمع شوي. خلاص. مرة تانية. في لك تروح الفحص. لا أنا بدي أقول له شغلة كتير مهمة. شو؟ أنت مو بتقدم على معهد التمثيل بتقدم له مشهد؟ إيه. لك روح قلن حنريحوك يا شبة يختي عليها يختي عليها ري وسكينة. يا عيني عليك يا محشوب. سكينة تنحرف فؤادك. تولى أمره. تولى أمره. خلاص شباب. محشوب محشوب بظروف مو صحية. يلا يا جماعة. شباب يا شباب ما تنسوا إنه غسان بيبيضون أبوشنا ادعوني وحش ما بيخاف عليه. لا اضرب طيب. روح روح. نشط معلم. يلا دير بالك. أحبك بوس إيدك حبيبي. عمي غسان أنا مخنوق. لا هو أنا مخنوق. غصة بقى. مشينا بقى. يلا 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 بس ثانية بس زلمة مخنوق. طول بالك معلمي طول بالك. عنده فحص بالمعهد العالي. لا تضغط عليه نفسيا. ادعولي شباب. الله معك أبو الغيث. الله معك. صور مع الممثلين غسان. باي غسان. لك يا شباب أنا تذكرت شغلة كثير مهمة. لك تذكرت شغلة كثير مهمة. شو خلصنا؟ لك أنا ما فيني على هاي اللحظات. والحل؟ طلبني على الموت بلبيك شو بدك؟ وينك وينك؟ هلا فوق مو تعمل حالك شرطي؟ قول إنك رفيقي. كيف يعني؟ لك شو كيف؟ قول إنك رفيقي خلاص جاي تعمل معي هذا المشهد. طيب فهمني شو عمل يعني؟ هلا فوق بتفهم بس أهم شيء ما تقول إنك شرطي ماشي؟ يلا. طلبني على الموت بلبيك. يعني سيادة المساعد أول إذا رحنا لهنيك بنلاقيه؟ طبعاً هلا هو هنيك عم يقدم فحص القبول. كتر خيرك. يلا عمو طارق. شو خير شو القصة؟ يعني علاء انت شايف الوضع مناسب لقلك شو القصة؟ خلص تحكي مع طارق او ابو الحروف هو بيقلك بعد يلا رح. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. شكرا لك يعطيك العافية بنتي. اللي بعدها وين فايدن؟ هم مو المعهد العالي للفنون المسرحية؟ لا هون السيرك القومي. لك لا تكون انت محكوم اعدام وجاي تعمل ممثل هون. لك شو اعدام ما اعدام وكل الله. هذا المشهد اللي انا بيعمله بده الشرطي فجبت رفيقي هذا من صف التاسع لبسته شرطي مشان يعمل دور الشرطي بالمشهد اللي بده الشرطي. ها فرجيني لشوف شو بدك تعمل انت والشرطي. اسمه الشرطي مو الشرطي. تفضل لشوف. شوف اي كلمة ما بنسافك يا طول حياتي شو ما كنت تحكي وقرب. طيب طيب ماشي. اسمعوا لا اللي بقرب على ابن عمي عمر او ابن عبد الحي بتكي هلا تقدى لا يلوم اللي حاله. إيه لا يا سيدي بدي قري. لا ما في تقري. إيه لا بدي قري. لا ما في تقري. ولك يا ابني هذا كل شيء حافظه بالتمثيل انت؟ لا استاذ بس برا برا. طب ما بدك تسمع قصيدة؟ امري لله هات لشوف. أفاطمة مهل أفاطمة مهلا بعد هذا التعلم. أفاطمة مهلا يا حبيبي حتى القصيدة معنك حافظها؟ لك حافظها وكل الله شوي بس انت روق مشان أعصابك. استنى احكي لنا اني وانا شي بعرفني لك امرؤ القيس هذا اللي يا حبيبي خلصني واحد من اثنين يا اما احكي القصيدة يا اطلع برا في ناس برا واقفة عم تستنى. طب انت تهدالك شوي وتروق هيك وتسمع لك قصيدة تانية احلى. تفضل لشوف. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهوبي لن ترى. اطلع برا برا. وكل الله شوي انا محضر بس ما بعرف شو ولك يا ابني ولك برا الناس واقفه بدها تفوت تقدم ما عندنا وقت. انا لازم اصير ممثل. ولك برا اصير ممثل. لا بدي اصير لك. لا بدي اصير برا. اقعد هدي مشان صحتك ممكن وكل الله. اقعد هدي ما بخافس غير برا. اسمعني طيب
انت اذا بتسمع شو صاير معي يعني ممكن انك تعذرني على فكره انا صاير معي شغلات رهيبه هات شوف شو صاير معك انا بنت جيراننا هيك الله يشفيها ويعافيها صايره معها مرض هداك المرض بصابونه رجلها بعيد من هون يعني الله يبعده عنها قلت لحالي يا ولد لازم تزورها ما حلو هجارتك نزلت لزورها وانا بتعرفني بحب اطلع بهي المناظر يعني تشعرتي بدني بس قلت لحالي يا ولد طلعت لقيت رجلها هيك عم تبقبق صابونه رجلها وعم ترغي رغي هيك وعم يطلع منها فقاعات قلت لحالي صارت وصارت خذ لك حمام فتت عم باخذ دوش عم بغني المي بتروي العطشان وبتطفي نار الحرار ما بلاقي غير صفت شغله هيك طياره F-16 نفاسه قلت لين فلجت انا ما عاد عرفت وين بدي اروح بحالي مو داري لك خالي ابو سليمان اخذها مستعيره من رفيقه دوره صفر لي قال لي طلعته بس قال لي بس يطلع بالبرنوس خلصني طلعت بالبرنوس داري لك مرت خالي بدها تطلع وبدها متاخره مليون ومتقدمه مليون لك منين بدك تامن مليونين بهالايام ما بيتامن معك رحنا على رفيق على بيت رفيق مشروع دمار نزلني انزال مظلي نازل هيك كذا لحتى وصلت لعنده قلت له بدنا مليونين اعطاني مليونين رحنا طلعنا مرت خالي رجعنا عند بيت جيراننا طلعوا على الصابونه الدكاتره واكدوا والحمد لله انه في امل يعني ان شاء الله بتعيش هلا بشرفك بتجاوبني بصراحة وبسرعة هاي القصة انت مألفها ولا هلأ طلعت معك هيك بصراحة وبسرعة بصراحة وبسرعة هاي القصة يمكن تكون أحلى من كل شيء محضره روح الله معك يعني الحاصله روح قمحة ولا شعيرة لا صابوني يا الله روح ليك على فكرة هذا شرطي حقيقي وانا طالع من السجن هلا انا بحب الجزر بين الشيء روح دهورنا هلا اذا ما قبلوني من وراك شو اعمل انا طمني بابا كيف كان فحصها ان شاء الله خير أمورك تمام؟ إيه بابا أنت مو زعلان مني؟ لا ما أنت زعلان منك شرف حبيبي تأخرنا